شي شحال من عام مشيناه الحمد لله على هذا الخير هذا اللي جاب سيدي ربي تبارك وتعالى حن علينا. هذا شي الجوج ديال الليل حنا بتنا هنا في الكفيفات، والجوج ديال الليل هضروا معنا الناس قال لنا راه الواد جاي من جهه ابو غاليم وهذه الجهه ديال الجبل. ايوا طاح تبارك الله الماء وجينا هنا ياصلينا الصبح وجينا هنا لقينا الزروبه والخشب جايين ايوا بقينا جالسين حتى جا الدرك الملكي وجاو اصحاب القياده الخليفه وداك الشيء حبسوا الشانتي وتقطعات ما بقاش يدوز الحديد انت كتشوف. وراه زايده فيه دابا هي ال11 هذه كتبان لي لابيلانس كتدخل لهاد الدور ما نعرفش ديور كاع لهاد الجي واقيلا دخل لهم الماء اسمه. الناس راه كاين على بالنا الناس فرصهم قبل يجي قال داك الشيء ديال السراح وداك الشيء داز البرامل وداك الوكاله ديال البهايم ساكن وداك الشيء كاع شحال ديال التبن وشحال ديال داك الشيء كثير اللي داز تبارك الله هنايا. اليوم صبحنا على هذه المفاجاه الحمد لله الحمد لله ما تخليها للخير اللهم لك الحمد الله سيدي ما تخليها للخير بالله ما نكذبوا المهم ما ضر حتى شي واحد الحمد لله ما مضروا حتى شي واحد الماء راه جا راه داير طريقه هذا اللي من يدوز واللهم لك الحمد دوارها لسوس دوارها لسوس جماعه الكفيفات دوار ما كاين حتى شي واحد اللي ضر الحمد لله بخير وعلى خير الماء داير لبلاصتو منين يدوز واللهم لك الحمد والله ما يخليها الخير الخير هو اللي كيخلي الحمد لله. اخر مره كان في هذا الواد كان فيها 2014 ضروا الناس بزاف 2014 ضروا الناس بمعنى الكلمه ولكني ما عندنا ما نديروا الديار ديال الله. الحمد لله على هذه الامطار اللي رحمنا الله سبحانه وتعالى بها هذه الايام. كما كتشوفوا هذه صور مباشره بالنسبه للواد اللي كيجي هنا في منطقه ديال جماعه الكفيفات. يقال بان كاين هناك من يعني خسائر ماديه في بعض الدواوير اللي كيسبق فيها هذا الواد هذا. مادام وصل هذه المنطقه هنايا على قطع الشارع يعني ان راه هو جا مجهد شي شويه، ولكن الحمد لله على كل حال الحمد لله هادشي كيبشر بالخير كما كيقولوا ابغي لا بلوي الي توجور لو بون طون ديما كيتباع الشتاء وهذه الامطار غير الخير. نسال الله السلامه والعافيه.